البعض قد يستغرب، أفلام الكارتون مليئة بمفردات الثقافية التي تخالف الثقافة الإسلامية. أنا هذا الكلام ذكرته إلى أحد الإخوة فاستغرب، قال يعني بعض أفلام الكارتون أنا قد شاهدتها ولم أجد فيها شيئا. أنا قلت له أنا أذكر لك أبسط مثال، هذه المرأة التي تظهر في فيلم الكارتون هل هي محجبة أو سافرة؟ قال طبعا سافرة. قلت زين، الطفلة وهي عمرها سنتين 3 سنوات حينما تبدأ بالنظر إلى أفلام الكارتون كل يوم ترى عشرات المرات النساء السافرات المرسومات في أفلام الكارتون، ألا تنمو مع هذه الفكرة أن السفور أمر عادي بل قد يكون أمر محبب؟ وطبعا يكون لديها أمر محبب، خاصة إذا كانت هذه المرأة بطلة الفيلم مثلا أو الكارتون. وهناك يعني مراكز وعلماء نفس يركزون على هذا الأمر بأنه بأي كيفية وبأي طريقة يؤثرون في الأطفال بزرع الثقافات الأخرى في أذهانهم، يعني الثقافة اللي هم يعتقدون بها. هناك تقرير قرأته أنه الآن عادة هذه الأفلام أو المسلسلات وخاصة أفلام الكارتون، اللقطات انتقال من لقطة إلى لقطة أخرى كثير فيها. لماذا؟ سابقا ما كان الانتقال كثير، يعني لقطة واحدة قد دقيقة دقيقتين 3 دقائق تستمر هذه اللقطة بتفاصيلها، لكن الآن تتبدل اللقطات لحظة بلحظة. لماذا؟ يقول التقرير أن دماغ الإنسان، مخ الإنسان، هذا يحلل المعلومة التي تصل إليه في عشر الثانية. يعني عشر الثانية عندما تصل المعلومة إلى مخ الإنسان، هذا المخ يحلل هذه المعلومة، هل هي معلومة صحيحة أو معلومة غير صحيحة؟ طبعا هذا إذا حصل الدماغ فرصة للتحليل. لكن كثرة تبديل اللقطات، خاصة إذا لقطة فيها فكرة يريدون تركيز هذه الفكرة في الذهن، هذه اللقطة بسرعة تتغير. لماذا؟ لأنه بس ما تأتي هذه اللقطة تلقاها المخ، قبل ما يحللها تجي لقطة أخرى ومعلومة أخرى، قبل أن يرفض المخ تلك الفكرة تأتي لقطة أخرى، فتبقى تلك الفكرة بدون رفض وتشكل بالتدريج لا شعور هذا الإنسان، تصير مخزون في ضمن فكر هذا الإنسان.